حملة التشويه دي استغلال بعض الممارسات غير الأخلاقية لأعضاء في الحزب؟ لا خالص، فين الممارسات غير الأخلاقية لأعضاء في الحزب؟ أنا مش عايز أتكلم بالتفصيل بس حضرتك فهمني. لا خالص، ما أنا قدمت بلاغ عند النائب العام، خلاص أنا اضطريت إن اللي بيكلمني بقى أقول له تعالى وعايز القضاء ينصفني منك. شخص سيء السمعة مثلا ملتحي، أنا مالي بيه؟ أنت مصر من حزب النور، طب أنا هرفع عليك دعوة، اسمها دعوة إيه؟ تشهير. أنت علشان الانتخابات جاية بتشهر بيا، اثبت أنت بقى قدام القاضي ان ده عضو في حزب النور، وساعتها يبقى انا عليا الرد. هنتكلم عن الراجل بتاع الغربيه بقى، انا وضحته. هي زي، فاكر حضرتك لو حضرتك متذكر، فاكر ابو رواش؟ ايه ابو رواش؟ من شهر كده قالوا ان هم وجدوا اسلحه في مقر الحزب النور في ابو رواش. اتفقنا كلجنه اعلاميه على رد من سطر واحد، لا يوجد مقر لحزب النور في ابو رواش، نقطه. فين بقى بعد شهر؟ مفيش حاجه خالص. قلت ساعتها لاحد الاعلاميين على الهواء، قلت له معلش اصل هو العيار اللي في بعض الاعلاميين بيتعاملوا بمبدا العيار اللي ما يصيبش يدوش. قلت له انت هتجيب لي حقي بعد ما اثبت ان ما كانش في حاجه لحزب النور اصلا؟ بس كان في حاجات برضو قضايا مشابهه، يعني قد تكون انا بتكلم على القضيه دي اكبر واقل. انا دي مشكلتي ماشي. بقى القضيه دي مشكلتي. ماشي ماشي، القضايا اللي هي فيها كان فيها اعضاء يعني من حزب النور، اعضاء في مجلس الشعب، مش عايز اسمي اسماء. لا انا هسمي لك، دي مشكلتي انا فندم. في كل حته في العالم الحزب الديمقراطي والجمهوري مثلا على اطار الانتخابات الامريكيه كانت لسه شغال، عنده حاجه اسمها ريبيوتيشن مانجمنت، اللي هو اداره السمعه. الطبيعي ان يبقى حد عايز ينال منه ويطلع عليه حاجه فيبدا يرد، بس للاسف البيئه هناك مستقره اكتر من هنا. للاسف هناك ممكن اجيب حقي اللي بيشهر بيا اسهل بكتير ما اجيبه هنا. طيب القضيه الاخيره بتعتبرها ارجوك، لا انا كده مش هاخد حقي. تشهير ماشي، اخد لا والله هتدي رد حق. رد طيب. معلش انا اسف، انا هاخد اسم واحد. انا كان عندي عضو للاسف الشديد، انا بس انا متضايق ان انا اتكلم عليه، انا مش حابب ده ابدا، لان البعد الانساني راح من عند اغلبنا للاسف. بس انا كرجل سياسي ومسؤول حرد، هات لي حزب تاني في مصر يعترف ان احد اعضائه اخطا، وان هذا العضو لما اخطا الحزب هو اللي حاسبه، والحزب هو اللي فصله، والحزب هو اللي ضحى بالكرسي ده في البرلمان. انت عندك مثلا اللي كانوا منتسبين للحزب الوطني، حد منهم اعتذر للشعب عن نائب الدم الفاسد ولا عن القروض ولا عن الاحتكار ولا مفيش. حتى من الأحزاب الحالية، بس أنا برضو مش هعرض بحد، يعني حد منهم اعتذر عن حاجة واحدة عملها للشعب المصري؟ أنا لما حصل معايا سابقة، دي سابقة بره، الكلام ده يسجل لي كسابقة، إن أنا كان عندي الشجاعة إن أنا أقول أهو عضو أخطأ، أنا عملت إيه؟ الناس بقى بمناسبة تويتر، الناس الفاضية اللي هي ما بتكلفش نفسها أن تراجع ولا أن تبحث وتلقي الاتهامات جزافا، أنا ما داريتش على هذا العضو ولا أنا حللت له اللي عمله، بالعكس ده أنا قلت مش عشان أنت منتسب لحزب يزعم لنفسه المرجعية الإسلامية يبقى أنت مغفور لك، بالعكس ده أنا أدنتك وحققت معاك وأدنتك وفصلتك، إيه المطلوب مني تاني؟ طيب